أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى تحت طلب واحد العديد ديال المغاربة اللي شافوا الفيديو ديال ابتسام بنت الكولونيل. ابتسام بنت الكولونيل اللي دارت واحد ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، كتحكي فيها على الطريقة البشعة اللي تقتل بها باها، واللي هي مآمنة أن باها تقتل ماشي حادثة سير. اليوم كنرجعوا بالأذهان ديالنا من خلال هذه القصة ديال الكولونير الحادثة أو للقتل ديال البرلماني مرداس، والمغاربة كاملين عايشوا القصة ديال المقتل ديال البرلماني مرداس، وكيفاش مرتو كتاخد العزاء وكتقلب على اللي قتل الزوج ديالها، وفي الاخر كتطلع هي اللي مآمرة على القتل ديالو. ملي شفنا القصة ديال ابتسام بلينا نفس السيناريو كيعاود نفسه، ولكن اليوم مع كولونيل في الامن الوطني. غادي نسمعوا القصة ديال ابتسام، غنحاولوا نجبدوا منها داكشي اللي بغاو المغاربة، هادشي علاش بغاونا نجي ونحاوروها، بغاونا نجي وباش ناخدوا معاها حوار. احنا اليوم لبينا الطلب ديال المغاربة وجينا عند ابتسام لسلا. ابتسام الله يرحم المرحوم، الله يتاويه في الجنة إن شاء الله الرحمن الرحيم. احكي لي يا ابتسام، شكون هي ابتسام؟ شكون هو الكولونير الله يرحمه اللي مات، الوالد ديال ابتسام؟ عاد نجيو للحديث. ابتسام 29 سنة، متزوجة، عندي وليد، خسارة زاد حتى مات بالله يرحمه، سميته حتى هو نور الدين. الأب ديالي كان كولونيل بالهيئة الحضرية بالرباط. كبرت وقريت وتزاديت في سلا بين واحد العائلة، الحمد لله، عائلة العائلات المغربية الحمد لله. الأب ديالي كان راجل طيب بشهادة الجميع، مش غير على لساني. عندي ثلاث شحال ديال الخوت عندك؟ احنا ثلاثه ديال اربعه ديال البنات، انا هي البنت الكبيره. احنا اربعه ديال البنات، انا هي الكبيره. هادشي اللي كاين. اوكي ابتسام، كنتي قلتي لي واش نتوما اربعه البنات شقاق؟ عندك شي اختك اخرى؟ لا ماشي شقيقه. عندي اختي اللي صغر مني، ماشي شقيقه، عايشه في اسبانيا من قبل ما يموت بالله يرحمه. عوام وسنين عايشه تما مع مره اخرى. مرة أخرى. نجيو للحادثة ديال الوليد الله يرحمه. يوم قبل الحادثة شنو اللي وقع؟ شنو هما الحويجات اللي أثارت انتباه ديالك في الوفاة ديال الوليد ديالك؟ نعاود ديك يوم قبل الحادثة. نهار قبل الحادثة صنع لي بابا في الدار، قال لي هبطي عندي الطوموبيل. هبط جلست معاه مسكين بحال كيوصيني على راسي، كيقول لي يا بنتي قراي وصلي، وبغيت نشوفك بنتي ان شاء الله مزيان، ونشوفك خدامه خدمه زوينه. انا ضربت تماره وتكرفص عليكم بنتي باش نشوفكم مزيان، بغيت كل وحده نشوفها بخدمتها، بدارها، بطوموبيلتها، عايشه حياه، بغي مسكين يشوف هذيك الحياه اللي كيتمناها اي اب يشوف فيها بنياته ووليداته. بقى كيهضر معايا قال لي يا بنتي رانا عييت من المشاكل، الضغط الخدمه، الضغط مع الوالده ديالك، عييت بنتي. وبقى كيهضر معايا وكيشكي عليا لدرجة أنه وصل لواحد المرحلة بكى. حق الله العظيم. واخا هنا تيقول لك الضغط ديال الوالدة ديالك، واش كانوا عندهم مشاكل مع الوالدة ديالك؟ كانوا عندنا المشاكل، كانوا عندهم المشاكل، ما كانوش مفاهمين. كانوا كيدابزوا بحال أي مرة ورجلة، كيدابزوا على أبسط الأسباب تيدابزوا. كيدابزو، ما كانوش مفاهمين كاع صافي، لدرجه ان بابا قال لي صافي راه وصلنا النهايه، انا راه ما بقيتش قد نزيد، راه وصلنا بغينا نطلقوا، راه اتفقت انا وماما كنطلقوا. قال لي صافي نتوما كبرتوا وهانتوما ان شاء الله اللي تزوجات زوجات، اللي غتخدم غادي تخدم، صافي انا بغيت راحتي. قال لي ما بقيتش قد، راه تفاهمنا غنطلقوا. قال لي ما تدخليش، كيشكي عليا وقال لي ما تدخليش بيناتنا، انا كنشكي عليك، غير كنشكي عليك، ما تدخليش بينات، صافي. وماماك ما كتعاودش ليك؟ ما كتشكيش؟ ما كت بابا اللي كان كيعاود لي. وكيفاش كانت العلاقه ديالك مع ماماك؟ كانت مزيانه بحال علاقه بحال اي ام بنتها. انا
بخير الحمد لله. حتى النهار 18 نهار من نهار الوفاه ديال با صافي تما فين شنو اللي وقع نهار الوفاه؟ شنو اللي غوقع نهار الوفاه بالضبط؟ نهار الوفاه انا كندير معايا بابا داك النهار في العشيه غادي يجي يخرجني باش ياخذ لي شي حاجه، حيت ان شاء الله حيت كان اختي عندها العرس الاربعاء والخميس. انا فقت الصباح فرحانه كنتسناه كنقول غنفطر وغندير هكا ونقاد هكا باش يجي بابا راه غنخرج معاه. تي كيجي كيصون عنا كيقول لك باباك راه مات. شكون اللي صون عليكم؟ صون عنا في التليفون هكا من العائله قال لك راه واش راه باباك مات. هبطت انا كنجري حيت ما بعيدش الحال من هنا ما بين دار جداتي ودار بابا راه غير شي اربع ديور اللي بيناتنا راه زنقه وحده. هبطت كنجري مشيت للدار كنلقى دارنا الباب محلول والناس بزاف قدام الدار. هبطت كنجري انا يلاه داخله مع الباب ديال الكولوار كنسول كنهضر مع واحد السيده ماما داخله. قلت ليها شنو مال بابا كيفاش بابا مات؟ تقولي صافي باباك مات فضينا سالينا باباك مات ما تسولينيش باباك مات. وكتغوت وهكا بيديها وهكا كتهز وكتهز لها يديها كتجلابه يديها كاملين مقموشين. هبط القميش حتى لتحت يديها كاملين مقموشين عنقها كلشي مقموش. قلت ليها مالكي؟ جاي اختي من موراها حتى شت اختي حتى هي مقموشه. وقلت ليها جريت ليها تختك مقموشه؟ اه تختي مقموشه. جريت ليها عاد وانا نجل الماما يديها قلت ليها مالكي؟ هي ما تسولينيش راه غير القطه غير القطه راه صافي غير القطه. قالت لي ما تسولينيش وما تهضريش معايا وطلعت للفوق وخلاتني انا لتحت مع الناس عاد لحقوا عليا عماتي وعمامي صافي وبقيت معها. هاد الشيء في داركم دار الوالد واش انتي ما كنتيش باركه معاهم كنتي كتباركه في دار جدك؟ نهار كنت هنايا بيت مع جداتي كان مع بنت عمتي وداك الشيء كنت هنا مع جداتي مجموعين صافي. حيت كانت اختي كتوجد العرس كانت ما كتكونش بزاف في الدار كتمشي مع صحاباتها وداك الشيء. سمعتي هذا الخبر ديال باك مات وبديك الطريقه وماماك مقموشه شنو اللي غيثير انتباهك عاوتاني؟ كانت ما هبطاتش حضرات ليه مي كانوا مخرجينه وكتقول لي غير يمشي صافي يديوه يديوه. انا كنهضر معاها كتقول لي صافي يديوه تشريح ما يدارش تشريح ما يدارش تشريح ما هي كانت كطالب ما يدارش التشريح. داك النهار كتقول لي شوفي ما تهضريش معايا والتشريح ما يدارش هكا تشريح ما يدارش تشريح ما يدارش التشريح ما يدارش ما تهضريش معايا صافي غير يديوه يخرجوه. واخا ما قالوش لك سبب الوفاه؟ فين يقولوا لي سبب الوفاه ديك الساعه؟ ما سمعتيش شنو هو سبب الوفاه؟ صافي قالت لي باك دار كسيده وداه الله صافي داه الله كسيده بالطوموبيل. قالت لي حتى حاجه قالت لي باك دار كسيده صافي وداه الله صافي سالينا فضينا صافي ما تسولينيش. وكطالب التشريح ما يدارش التشريح ما يدارش تدفن في نفس النهار. وهي كانت الفوق وكتقول له كل شويه كتهبط اختي كتقول لي واش بابا قريب يخرج واش بابا قريب يخرج زعما قرابين يجيو يخرجوا يديو باش يصلوا عليه ويديو يدفنوه. ما هبطاتش حتى خرج بابا وساعتين ولا عاد هبطات. ما شافتوش حتى ملي وحبساتني جابوه؟ بعدا حبساتني قالت لي ما تدخليش تشوفيه منين يجيبوه. انت الوحيده قالت لك ما تدخليش جابوه؟ هبطات تجرني ما بغاتش تخليني ندخل نشوف. علاش؟ شنو السبب؟ عادي عاد تفكرت دابا قالت لي ما تدخليش تشوفيه. حبساتني قلت لها لا غندخل نشوفه. دخلت شفته عريت لي على وجهه كامل مقموش. وجهه كامل مقمش؟ اه وجهه كامل مقموش. ومن هنا شتي هنا هادشي كامل من هنا هكا ضفار كامل مقموش. ومنين سولت قالت لي راه باك تهرس الباربريز وهبط لي على وجهه. قلت خرج قلت لها شنو هذاك الشيء في وجه بابا شنو هذاك الشيء؟ قلت لها ما تسوليش ما تهضريش معايا داك الباربريز تهرس الجاج وتخليه في وجهه. مزيان دابا نورمالمون دارت الحديثه غيهزوه يديوه السبيطار غيدار واحد التقرير ولا هي طالبات ان ما يدارش ليه التشريح. ونورمالمون التقرير دار على الحاله بعدا ما دارش على الحاله. التقرير فيه جمله واحده فيه على ان هناك كسر في الجمجمه صافي ادى الى الوفاه. ما كاين فيه جمله واحده التقرير ما فيه لا القميش لا حتى حاجه. لا اوكي شنو اللي غيدخل لك انت الشكوك من بعد؟ انت نهار الوفاه سمعتي باك مات الله يرحموك سيده تدفن سالت الهضره شنو غيدخل لك الشكوك انت من بعد؟ النهار الاول داز ربي اللي عالم بيا
اللي ميتي اللي والدي اللي غيعرفني علاش كنهضر. النهار الثاني دات هكاك، الثالث هكاك، الثالث في الصباح كتقول لي يا ماما، كتقول لي شوفي بلا ما تبقاي تجي تسوليني مالي هكا كنت مقموشه ومالي علاش ما بغيتش وعلاش ما خليتكش تشوفي. انت بقيتي كتسولي فيها على هادشي؟ في ديك الثلاث ايام كنت هكا منين كنتوقت شويه كنمشي كنقولها قولي لي قولي لي، كتهرب مني ما باغاش تقولي. نهار الثلاثين قالت لي باك مات مقتول صافي في الطينه هكا، ما بكل اريحيه قالتها لك هكا جالسه بحال هكا فوق الحاف هكا تي شوفي باك مات مقتول في الطينه، ما تسطعيش ليا انا راسي. ورا لبقيتي تقلي ما سولتيش شكون اللي قتلو شكون؟ منين سولتها كنقول لها قولي لي واش عرفتي شنو كتقولي، كتقول لي لا مشيتي بغيتي تقلبي ولا مشيتي بغيتي، كانت كتقول لي واحد الجمله كتقول لي لا بغيتي تمشي ديري فيها كونان راك غتجيبيها في راسك، ولا لا بغيتي تصيفطينا للحبس راك غتجيبيها في راسك. الا بغيتي تصيفطينا للحبس بما معناه ان عندها علاقه بالوفاه ديالو، هادشي اللي كانت كتقول لي. كتقول لي لا بغيتي هكا هكا، انا هكا كتقولها لي الا بغيتي تمشي بغيتي ديري فيها كونان راك غتجي فيها في راسك. ومشات عند جداتي متباه هبطات عندها، هبطات ليها هكا على الاخر جالسه امي مسكينه ربي اللي عن بيها محروقه على ولدها، هبطات لعندها وقالت لها شوفي نور الدين مات مقتول وبلا ما تقلبوا على الحقيقه والتشريح راه ما غيدارش. قالتها قدام عمامك قدام جداك قدام امي لودنها وقالتها ليها. مي ما قالت لينا والو حتى دازت 7 ايام، من نهار 3 ايام حتى 7 ايام جبدات الهضره عاد قالت لنا راه شنو قالت لي شنو قالت لي شنو قالت لي. قلنا لها علاش ما اذا ما بقيتيش غير انت ولا حتى جداك؟ عمامي قلت لهم شوفوا حتى انا راه نهار 3 ايام راه شنو قالت لي شنو قالت لي شنو قالت لي. وبدينا صافي من تما بدينا كنقلبوا. شنو هما الاجراءات اللي درتو بديتو كتقلبوا؟ شنو هما الاجراءات اللي درتو ابتسام انت وشكون اللي كيساندك؟ واش خواتاتك معاك؟ واش عمامك معاك؟ شكون اللي ساندك في هذه المساله ديال باباك مقتول؟ ساندوني عمامي ما عقل عليا حتى شي واحد، ما كاين لا ما عقلوش عليا. انا اختي قالت لي بغيتي تقلبي على الحقيقه ديال باك، نهار الثلاث ايام كتقول لي باك، كتقول لي سيري قلبي عليها وراه دير وما تخافش وما ديرش وما تخافش، سيري المخيل في خيل كركبيه هكا. عندي هكا كلشي كاين. عمامك ساندوك؟ بديتو كتجريو، شنو هما الاجراءات اللي درتو؟ خدينا اجراءات اللي تبعنا تبعنا المسطره القانونيه. درتو شكايه؟ من طبيعه الحال اه درنا شكايه. وشنو هو الدليل ديالكم ديك الساعه؟ التسجيل. سجلتيها؟ اه. دفعتي للنيابه؟ شنو هما الاجراءات اللي دارت من بعد ملي درتي الشكايه؟ حتى حاجه. الحفظ؟ حفظ مقال ديالها كالحفظ. من بعد الخروج الاعلامي ديالك ابتسام، واش هذا الخروج ديالك لقى شي صدى؟ تحركات هذه القضيه ولا باقي ما شفت والو؟ جيسكالور باقي ما كاين حتى شي حاجه؟ باقي ما شفت والو. قلتي لي انت وعمامك كتجريو، كل واحد كيجري من القنت، كل واحد كيبحث بطريقته وكل واحد كيجيب ادله. جمعتوا ادله؟ جمعنا الحمد لله، هذا جمعنا ادله اللي قنعتنا مليار في المية على أن الأب ديالي مات مغدور وماشي حديثة سير. أمي هي لبوات نوار. واخا ملي غنقول أمك هي لبوات نوار، واش نقدروا نقولوا أن مسألة فيها خيانة ولا فيها تصفية حسابات ديال أمك مع باك أو لا طمع ولا شنو نقدروا نقولوا؟ كل شيء تجمع، كاين بزاف من غير هذاك الشيء. كتحتفظي على شي حوايج ما بغيتيش تقوليهم في الاعلام؟ كنتفاهم. لا ماشي ما بغيتش نقولهم في الاعلام، انا الراي العام الحمد لله المغاربه ساندوني ودعموني ووقفوا. لا كاين شي ادله اللي ما خصهاش تقال حتى في الاعلام، هادشي طبيعي. دابا ما غاديش نقول تنتحفظ عليها دابا حيت تقدم للنيابه العامه. اه بحقكم، وربما ادله. انا معاك انا معاك، والمغاربه تما معاك، كاينه ادله اللي ما خصهاش تخرج دابا حتى لوقتها. وي انا معاك. و ابتسام تانيش غتمشيو في هذه القضيه؟ غنمشي ان شاء الله حتى الاخر، حتى نجيب الحق ديال بابا، غنمشي حتى الاخر. ولا كان با اللي دار في امي هكا كنت غنكون في نفس البلاصه عاوتاني كندافع على امي اللي قتلها با.
كتقلبي على الحقيقة؟ كنقلب على الحقيقة حتى الاخر، انا غير مع الحق. واحد السؤال ابتسام ربما يكون محرج شوية، الا تبت الادانة ديال ماماكو وربما تختك كتقول لي هي كانت مقموشة مشات للحبس، غتكوني مرتاح؟ غارتاح حيت باغا يرتاح في قبره. علاش هو دابا مرتاح في القبر اللي مشى مغدور واللي غدروه قراب ليه وبعادين عليه؟ علاش هو دابا مرتاح حتى هو ما مرتاحش؟ ابتسام، ماماك في خلال هاد الخمس سنوات وانت كتجري على الحقيقه، كيفاش العلاقه ديالك معها اولا، وثانيا واش ما كتحاولش انها ترضيك شيئا ما ولا توصل معاك فين ما تطلقاني كتقول لي ما بغيتيش تبعدي غتصيفطينا للحبس يا الفعله يا التاركه سيري الله ياخذ فيك الحق تديري ليا باغا تصيفطيني للحبس الناس تيكونوا هما ما عرفتش كاع دايرين وانا انت اللي كنتي خاصك تستريني جالسه كتفضحي فيا هادشي اللي كتقول لي. وصلت معاك التهديد؟ لا رشاتني الرشوة؟ رشاتني منين ما ترشيتش قالوا لي نوضي سيري هديها راه لا عرضت عليا الفلوس راه درت شكايه ودفعت مور هاد 3 ايام ما عرضت عليا الفلوس مشيت دفعت شكايه مسجله درت شكايه لا 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 هذيك كنت غادا انا هي فاش قلت لك كنت غادا لافاك كنت غادا لافاك وهبطتني من الطاكسي قالت لي جي نتفاهموا خدي وسيري عيشي يا بنتي حياتك ونسي عليك هذا الموضوع وخليك بعمرك قبل ما يرزقك فيه باش ما يرزقكش بعمرك في عمرك. قلت ليها انا لا قلت لي سيري فكري واحد اليومين وشوفي انا راه غنصيفط لك واحد السيده وردي عليها شنو قررتي ما بغيتش. قالوا ليها سيري دعيها بالعقوق مشات بقات كدعيني بالسب والشتم وكل مره كدير لي شي كيف شكل ما كفاهاش ولات كدعيني هي وبناتها كنكون جالسه مع ليا ما بيا تيجي لي البوليس وهذوك الشكايات فين كيمشيو تمشيو الى الشكايات اللي كانت تحكم كاين براءه كيخرج دائما البراءه كاين اللي براءه كاين اللي تحفظ ما كملوش فيه الاجراءات كلها. شنو الرساله ديالك اللي بغيتي اليوم تعطيها للمسؤولين؟ رسالتي بغيت ياخذوا لي غير حقي، هذه هي رسالتي، انا بغيت غير حقي. اوكي اعزائي المشاهدين، حاولنا اننا ناخذوا كاع لي ديتاي عند ابتسام في اطار المسموح به باش ما نحرقوش لها حتى هي الدوسي اللي عندها، لان عندها ادله كثيره اللي غتدلي بها امام القضاء واللي غنسمعوها في وقتها. كنتمنى من الله عز وجل ان لا ابتسام ولا العائله ديالهم يوصلوا للحقيقه، اللي ما بقاتش شاهد واحد اللي ابتسام كتقول قالت لي كاين تجدها حتى هي كتقول جات عندي وقالت لي. اذا ما بقاش شخص واحد ولا جوج الاشخاص، السيده عارفه اش كدير، وهنا ما بقاش الفلو، كاين شيء ما كاين الكلير بين شكون صاحب هاد الجريمه. كنتمناو من الله عز وجل من المسؤولين انهم يفتحوا هاد الدوسي من جديد، انهم يبردوا الخواطر ديال هاد الناس ووصلوهم الحقيقه كيف ما كانت، واللي دار شي ذنب خصو يتعاقب عليه. كيف قلت لكم، فالقصه ديال الكولونيل كترجعنا القصة ديال البرلماني مرداس، كل شيء متشابه فيها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، غادي نبقاو متبعين مع ابتسام إن شاء الله باش نوافيكم بكاع الجديد اللي ديال هذه القضية. إلى اللقاء.